السلام عليكم. في الدرس غادي نحاولو نطرقو إلى قاعدة ديال التمييز. إذا التمييز قاعدة قاعدة أ و بي و كأعداد عشرية نسبية. إذا إلا خدينا ك ضارب أ زائد ك ضارب بي، التمييز ديالها. إذا هنا كنحتفظو بالعامل المشترك. شنو هو العامل المشترك في الحالة؟ هو يعني العدد اللي كيكون مشترك ما بين الحدين هو ك. كنكتبو ك، كنديرو ضارب، كنفتحو القوس، كنرجعو لهنا، كنشوفو شنو هو العدد اللي بقى عندنا. إذا أ كنكتبو أ، هنا عندنا زائد، كنكتبو زائد، وهنا كنكتبو لأن نشوف واش بقى عندنا بعد ما حطينا. بقى عندنا بي، بي كنكتبو بي هنايا أو لا ك ضارب أ ناقص ك ضارب ب تساوي ك ضارب، نفتح القوس، نرجع لهنا نشوف شنو بقى عندنا. عندنا أ كنكتبو ك أ، عندنا ناقص كنكتبو ناقص، وهنا عندنا ب كنكتبو ب. إذا خدينا ك فهو يسمى العامل المشترك بين الحدين أو الحدود اللي كيكونوا عندنا أو الحدود. إذا احنا كل ما علينا هو نقلبه على هذا العامل المشترك. بصفة عامة، بصفة عامة التعميل تن بصفة، إلا خدينا بصفة عامة بصفة عامة التعميل هو تحويل مجموع أو فرق إلى جداء. هذا هو التعميل. هنا غادي نشوفو مجموعة ديال الملاحظات طري من بعد إذا بغينا نديرو التعميل. إذا الملاحظات، هنا عندنا بزاف ديال الملاحظات طري من بعد. أول حاجة ملاحظة هو التعميل، نبحث على كم حد يوجد في العملية. إذا هنا كنبحث شحال من حد عندنا في العملية. المرحلة الثانية من بعد نشوف الحدود، بعدين من الحدود كنعرفوها بإشارتي الجمع والطرح. هنا نبحث عن العامل المشترك بين الحدود، وهذا العامل المشترك يمكن يكون واضح بعين، واضح مدام بين الحدود. مثلا عندنا 2 ضارب 3 زائد 5 ضارب 2، هذه الحالة اللي خدينا العامل المشترك واضح، هو جوج ما بين الحدين بجوج، لأن هو جوج. ولكن مثلا هنا عندنا 14 زائد 7، خدينا 14 ضرب 7، واش كاين شي عامل مشترك ما بينهم؟ نعم كاين، هنا خصنا نبحثو عليه، لأن إلا خدينا 14 راه هي 7، جوج زائد 7 راه هي 7 في 1، إذا 7 في 1، إذا هنا العامل المشترك هو 7. إذا خصنا نردو البال مزيان، نبحثو العامل المشترك. ثم العملية الثالثة أو الملاحظة الثالثة، إذا كنشوفو شحال من حد هنا. من بعد ما تلقاو العامل المشترك هنا، هنا خصنا نردو البال بأن مثلا لدينا راه مثلا إكس في 2 راه هي إكس ضارب إكس،
اكس وسي اتنين يمكن نكتبه على هذا الشكل هذا الشكل، او لا اذا كان عندنا العامل المشترك مثلا هو اكس، اكس يمكن نكتبوها هي واحد ضارب اكس، رد البال مزيان. او لا مثلا عندنا في واحد العملية اكس اس خمسة، اكس اس خمسة وانا عندي العامل المشترك مثلا هو اكس اس اتنين، راه هادي يمكن نكتبوها على شكل اكس اس اتنين ضارب اكس، شحال خاصنا الخمسة؟ ثلاثة، لأن عندنا استعملوا القاعدة ديال قوى جدا وتيل لهما نفس الأساس، نحتاج بأساس نجمع الأسين. ثم الملاحظة الرابعة بأن العامل عامل مشترك يمكن أن يكون عدد أو حرف أو مجموع، يعني احنا مجموع يمكن يكون التوالي عامل مشترك. خمسة نشوفوا الخمسة راه الحد، لأن خمسة هذا مثلا عندي إكس زائد واحد بين قوسين زائد خمسة زائد ثلاثة ضارب إكس زائد جوج، مثلا هنا نديرو زائد إيكغيك. يعني إلا خدينا شحال من حد عندنا هنا، كلي غيقول لك عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، لا أو لا ستة، لا الحدود هي اللي معروفة باش زائد وناقص زائد وناقص، الحاجة اللي فيها الضرب هادشي كامل فهو حد، هذا عندنا الأقواس يعني زدوه في حد واحد، إذا ديك الأقواس هذا كيتعتبر حد واحد. ده هنا عندنا واحد جوج عندنا ثلاثة ثم عندنا أربعة، يعني العملية الجمع اللي موجودة ما بين العمليات هنا ما بين هذه وهذه كاين عملية الجمع، بين هذه وهذه كاين الجمع، بين هذه وهذه كاين الجمع. ضربتو البيان، غادي نشوفو مثال. غادي نشوفو بعض الأمثلة بسيطة، مثلا أ تساوي مثلا أ زائد اتنان أ. إذا أول حاجة كنبحثو على العامل المشترك، إلا خدينا هنا شنو هو العامل المشترك؟ هو أ، في هاد الحالة رد البال، غادي خصنا نبينو أشنا هو، باش غادي نسمعو مزيان، أشنا هو العدد؟ غادي نضربو في أ ويعطيني أ، هو واحد ضارب أ زائد، شنو هو العدد اللي غنضربو في أ ويعطيني جوج أ؟ هو جوج ضارب أ، وبالتالي العامل المشترك هنا شنو هو؟ ها هو كنحتفظو بيه ضارب نفتح القوس، شنو بقى عندنا في الحد العامل بعد ما خدينا أ؟ الحد الأول بقى عندنا واحد ها هي زائد ها هي، شنو بقى عندنا في الحد الثاني؟ عفوا اثنان، وهنا واحد زائد اثنان يمكن نحسبوها هي ثلاثة أو نخلوها. شوفوا مثلا عندي سبعة زائد مثلا أربعة عشر ب، في هاد الحالة شنو هو العامل المشترك ما بين هاد الحدتين؟ إلا خدينا في الأول ما كيبانش، أنا سبعة وأنا 14، ولكن إلا فكرنا شوية غادي نلاحظ بأن 14 هي شنو هي؟ هي سبعة جوج، إذا كنلاحظ بأن سبعة كاين هنا وكاين هنا، لكن راه ما بيناتش في الحد التاني، إذا ناقص نبحث هنا شنو هو العدد اللي غنضربو في سبعة ويعطيني سبعة؟ هو واحد، إذا سبعة ضارب واحد زائد شنو هو العدد اللي غنضربو في سبعة؟ نكتبو سبعة هي الأولى ويعطينا هاد العدد هو اثنان ب، إذا هنا كنمشي كنحتفظو سبعة هاي ضارب نفتحو القوس واحد زائد اثنان اثنان ب. نشوفو أمثلة أخرى، مثلا عندي سي تساوي، سي تساوي ناقص ثلاثة ناقص 15 اكس اس 2. يلا شنو هو العامل المشترك في هذه الحاله؟ العامل المشترك في هذه الحاله هو شحال؟ هو ناقص 3 او لا 3، ناخذ 3، العدد اللي نضربه في 3 يعطينا ناقص 3 هو ناقص 1، انا ناقصها هي، العدد اللي نضربه في 3 يعطينا 15 اكس اس 2، 3 مستنا 15 هي 5 اكس اس 2، اذا ندور بالتهنا هنا كنلاحظ بان 15
15 ماشي، هي 3 ولكن ممكن نجيب منها 3، لكن احتفظ ب 3. هي لان 3 ناقص 1 ناقص 5 اكس اس 2. شوفوا مثال اخر، عندنا اكس زائد اكس اس 2، اكس زائد اكس اس 2، شنو هو العامل المشترك؟ العامل المشترك خص يكون عندنا نفس الاساس ونفس الاس. واش اكس هي اكس اس 2؟ لا، ولكن واش اكس واش كاين هنا؟ نعم، الا خدينا اكس اس 2 شنو هي؟ هي اكس في اكس، اذا العامل المشترك هو اكس. اكس فاش غادي نضرب؟ واش عطينا اكس واحد؟ هنا فاش غادي نضربو؟ اكس في اكس، استعمل القوى، عندنا اكس واحد زائد اكس. مثال اخر، تعالى عندنا اكس اس 2 زائد 7 اكس اس 3 ناقص، مثلا نشوفو 3 الحدود ناقص اكس اس 5. في هذه الحالة شنو هو العامل المشترك؟ اذا اكس اس 2 اكس اس 3 اس 5، نشوفو هنا عندنا 2، هنا عندنا 3، هنا عندنا نفس الاساس هو، اذا على الاقل كاين عندنا اكس. دابا نشوفو واش عندنا، يمكن عندنا 2، هنا 3، هنايا 5، هنايا 2، هنا 3. شنو هي 3؟ هي 3 زائد 2 زائد 1، هنا 5 هي 2 زائد 3. اذا غنعطينا اكس اس 2 هو العامل المشترك، نضربه في 1 زائد، هنا اكس اس 2 ظهري، شحال باش عطينا اكس اس 5؟ 3، نضربها في تخاصمها 1، اذا 7 ضارب اكس ناقص اكس اس 2 ظهري. باش نحصل على 5 غادي نضربها في اكس اس اس 3. اذا عندنا اكس اس 2 ها هي، فتحوا القوس ضارب عندنا 1 زائد، بقات عندنا 7 اكس ناقص اكس اس 3. نشوفوا الحالة، المثال الحالة الأخرى، عندنا اكس زائد 3 ضارب 7 زائد مثلا 2 ناقص اكس ضارب اكس زائد 3. إلا خدينا هنا عندنا اكس زائد 3 ضارب 7، هنا 2 اكس، 2 ناقص اكس ضارب. في هذه الحالة إلا خدينا العامل المشترك شنو هو؟ هو هذا، كيبان لأن قلنا عبارة عن مجموع. نعملو به اكس زائد 3 هي ضارب، نفتح القوس، سبقت عندي 7 زائد، هنا نفتح القوس، 2 ناقص اكس، ثم نحسبو عادي اكس زائد 3 ضارب، أو نخلو هكا 7، القوس مسبوقة بإشارة زائد، لما نغيرو والو، 2 ناقص اكس، لأن عندنا اكس زائد 3 ضارب هي 9 ناقص اكس. هذا نكونو سالينا. هناك مجموعة ديال الأمثلة، إذا لقيتو شي مشكل ممكن أنكم تكتبوها في الكومنتير. السلام عليكم.